للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أشرف بني محمد، خبير سياسات واقتصادات التكنولوجيا. مرحبا بك وأهلا على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور أشرف. يعني في تساؤل يقال بأنه ليست المرة الأولى في التاريخ أن هنالك قوى مهيمنة على العالم وقوى صاعدة تحاول أن تأخذ مكانتها على المستوى العالمي، وربما هذا ما يحدث ما بين أمريكا والصين اليوم. ولكن هل بحكم العولمة التي فرضتها أمريكا على الرغم من التنافسية والصراع أن هنالك عملية من الإلزام بالتعاون وشرط بالتعاون بين هذه القوى المهيمنة والصاعدة دكتور؟ نعم صحيح، وهذه ليست المرة الأولى أصلا في هذه الحروب على الإنترنت بين الدولتين. الموضوع معقد جدا. الصين قوة صاعدة تحاول اليوم، خلينا نحكي، السيطرة على العالم الافتراضي. وكل شيء في هذا العصر مرتبط مع الإنترنت، الأجهزة، السيارات، البيوت، البنية التحتية من صحيح. الكهرباء وماء، وخصوصا أنه اليوم عم نحكي عن عالم فيه منافسة اقتصادية، من يتحكم بالفضاء الإنترنت هو يتحكم باقتصاد العالم. إذن فيما يتعلق بمن يتحكم بفضاء الإنترنت يتحكم بفضاء العالم، طموحات الصين لا تتوقف، تمتلك العديد من أوراق القوى، منها الاقتصادي منها العسكري، ولكن يبدو أنها اليوم متفوقة بالمجال التكنولوجي والتقني والمعرفي وخوض الفضاء. هل هو سباق محموم اليوم دكتور أشرف ما بينهما؟ هو السباق محموم، طبعا هو سباق محموم، لكن لا نستطيع أن نقول أنه الصين الآن متقدمة في جميع المجالات التكنولوجية. لكن على سبيل المثال اليوم صناعة الرقائق والشرائح الإلكترونية عم بتحاول، وهي سبب هذه المشكلة كاملة، لأنه تايوان المصنع رقم واحد في العالم في الرقائق الإلكترونية الموجودة في سياراتنا في بيوتنا في كل مكان. في منافسة حميمة، يعني حامية اللطيف بين الطرفين للسيطرة على هذه الصناعات وللسيطرة على الفضاء الإلكتروني والإنترنت. الصين عم تحاول الآن، تبذل جهد كبير في لحاق الولايات المتحدة، خصوصا في التقدم، خلينا نحكي، في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني، وفي الشرائح الإلكترونية. علشان هيك إذا بتتذكري حضرتك قبل فترة كان في عدد من المحاولات الأمريكية، منها لإصدار قوانين وتشريعات، وتم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لحماية المنافسة الأمريكية وضمان التقدم الأمريكي، وصدر أيضا تشريعات خاصة بعدم تصدير، سواء من الولايات المتحدة أو من حلفائها أو من الشركات التي تتعاون معها، تصدير تكنولوجيا متقدمة إلى الصين في محاولة لجعل التقدم الصيني أبطأ من نوعا ما في هذا المجال. أعتقد أنه والقادم من الأيام سيحمل كمان الكثير من المنافسة بين الصين والولايات المتحدة. دكتور، هل نحن بمرحلة ربما ستختلف قليلا عما مرت به العصور السابقة، من أننا نأمل بموضوع إزاحة وأنه يكون هنالك ضرورة لتنافس تعاوني، بمعنى أنه مهما فعلت الصين لن يكون هنالك إزاحة لأمريكا بشكل أو بآخر، وأن التنافس التعاوني هو اليوم القائم والمجبران عليه الطرفان؟ بالرغم من أنه التنافس التعاوني مهم جدا، لكن لا أعتقد أنه اليوم سيكون في المستقبل القريب تنافس تعاوني بين الصين والولايات المتحدة بسبب التشريعات اللي موجودة اليوم، وبسبب أيضا خلينا نحكي محاولة كل من الطرفين للسيطرة وليكون هو القائد في العالم. ستبقى المنافسة، التشريعات لا تدعم، السياسات الموجودة الآن لا تدعم، والسياسيين وعمليات الإزاحة لا يدعمونها.
هذا خلينا نحكي هذا الـ هذا الـ هذه الاستراتيجية. طب ماذا عن الأخبار التي يتم تداولها اليوم بمجموعات العمل التي يتم يعني إنشاؤها، التركيز على قضايا إقليمية وقضايا بحرية، ألا تأتي ضمن موضوع التنافس التعاوني الذي نشير إليه دكتور أشرف؟ أعتقد هي أكثر من هي محاولة لمعرفة وتنسيق العمليات بين الطرفين، ولكن أستبعد أنها ستكون لها أثر على المدى الطويل بخلق أجواء تعاونية بين الطرفين. الصراع على المنطقة والصراع في المنطقة، خلينا نحكي في المنطقة الآسيوية، هو صراع قوي. ولا يعني الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي بجميع تشريعاته كانت واضحة بالنسبة له، محاولة الصين السيطرة على الصناعة والتكنولوجيا الأمريكية ومحاولة الاستحواذ عليها. حتى في زيارة بلينكين يعني السابقة إذا بتتذكري حضرتك، كان في محاولات صينية تسبق هذه الزيارة لاختراق وزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة ماذا سيدور وماذا في ماذا يحمل بلينكين في جعبته. فاليوم من الصعب جدا وجود هو مجرد تنسيق، وأعتقد أن التنسيق مهم جدا، لأنه إذا بيصير لأي واحد من هذول يعني أي من البلدين قدرة على خلينا نحكي الوصول إلى البنية التحتية أو الوصول إلى أنظمة الدفاع للبلد الآخر، فمن غير المضمون ماذا سيحدث، وهل سنكون يعني أمام حرب قادمة؟ حتى الآن يعني ليست حرب، لن تكون حرب سهلة سواء كانت إلكترونية أو كانت. إذن كل الخطوات التي يحاول البعض أن يقرأها بمسارات أو تحليلات مختلفة هي اليوم دكتور تصب فقط في خانة نوع من الاحتواء ربما ما بين العلاقات، أو لتبقى هذه العلاقات بشكل حذر لئلا نصل إلى مراحل أو محطات لا يحمد عقبها، هذا ما تشير إليه دكتور؟ بالضبط، أعتقد أنه هي مجرد محاولة زي ما تفضلتي، محاولة احتواء، محاولة تنسيق لكي لا تحدث أخطاء. أي خطأ ممكن يحدث ممكن يسبب كارثة على الواقع، ويمكن يسبب كارثة لكل من البلدين في بنيته التحتية في لشعوبه. طيب، فالعملية ليست سهلة دكتور أشرف، يعني ألا يمكن أن نتحدث عن أي قاعدة يمكن أن تتلاقى فيها اليوم أمريكا والصين بشكل فعلي وتقاربي أكثر؟ يعني يقال بأنه في عام 72 أعتقد، منذ 51 عام ربما وأكثر، يعني نيكسون كان هنالك أسبوع قد سطر له التاريخ بأنه زار الصين، ويعني كان هنالك بعد قطيعة طبعا دامت لأكثر من عقدين آنذاك. طيب، ومحاولة كانت للتقارب أو تأسيس علاقات مختلفة ما بين الصين وأمريكا، ألا نستطيع اليوم أن نتحدث عن ربما قاعدة أو أمر يمكن لتلاقي أمريكا والصين فيما؟ أعتقد الظروف مختلفة، اليوم الوضع مختلف تماما. بجوز إذا لاحظت قبل فترة بسيطة قام نفس الشخص هنري كيسنجر الذي قام بالمحاولة في السبعينات لتقريب وجهة النظر الأمريكية مع وجهة النظر الصينية في ذلك الوقت، قام بمحاولة جديدة وهو يتجاوز 100 عام من العمر. لكن أعتقد أن السباق المحموم اليوم الموجود في التكنولوجيا، في القطاع التكنولوجي وفي النمو الاقتصادي بين البلدين، وفي ظل الظروف اللي موجود اليوم في الكونغرس الأمريكي وفي دوائر صنع القرار الأمريكي وفي المؤسسات خلينا نحكي التي ترى التقدم الصيني في التكنولوجيا وفي الاقتصاد، من المستبعد جدا أن يكون هنالك تقارب كما حدث في السبعينات. أعتقد بدي أرجع أأكد مرة ثانية، هو موضوع سيكون موضوع تنسيق أكثر من أنه تقارب واتفاق على خطوط عريضة للعمل معا، بالرغم يعني اليوم التحالفات عم تختلف. يعني خلينا ما ننسى الروس وتأثير كمان الحرب الأوكرانية على هذا الموضوع، والتحالفات اللي عم بتصير في شرق آسيا والتحالفات اللي عم بتصير في أوروبا. فمن المستبعد جدا أعتقد في القطاع التكنولوجي أن يكون المنافسة المحمومة بين الطرفين في القطاع التكنولوجي وفي الشبكات وفي تكنولوجيا المعلومات، أستبعد جدا من أن يكون هناك مشاركة وتشارك في نقل هذه الخبرة والمعرفة
والنوهاو زي ما بيحكوها في هذا القطاع بين الطرفين. طب بالحديث عن التحالفات التي أشرت إليها حضرتك والعالم الذي يترقب تغير بالأنظمة أو بتعددية، هنالك اليوم الصين التي تعيش في وسط جغرافي لا أحد ينكره، سواء كان في تايوان أو ما يتعلق باليابان أو كوريا، ومع هذا الوسط الجغرافي المحموم إن صح توصيفه دكتور أشرف، تحالفات الصين اليوم وتوجهاتها تعتبر أقوى مركزيا من مركزية أمريكا بشركائها الذين تدعيهم أو توابعها إن صح التوصيف؟ يعني هذا سؤال يعني خلينا نحكي مهم جدا، لكن هذا سؤال مليون دولار، من الصعب الإجابة عليه. لكن معظم المتابع لدوائر صنع القرار في أمريكا، المتابعين للكونغرس، المتابعين للجان والإدارة الأمريكية سواء الحالية وحتى في ترامب، من المستبعد يعني خلينا نحكي أن يكون في هناك تخوف كبير في هذه الدوائر من الصعود الصيني، وتخوف كبير من النوايا الصينية ومن الطريقة التي تدير بها الصين وتحكم فيها العالم من ناحية تكنولوجية وقدرتها على فرض خلينا نحكي والدخول في الأسواق الجديدة من خلال هذه التكنولوجيا، في سباق محموم في صناعة السيارات، في سباق محموم في القطاع التكنولوجي، في سباق محموم بين الطرفين في السيطرة على في تطوير أنظمة دفاعية، في سيطرة على وبناء خلينا نحكي حواسيب متقدمة. إلى الآن خلينا نحكي تكنولوجيا نقدر نحكي لحد الآن أمريكا متقدمة بجيل أو جيلين عن التكنولوجيا الحالية في الصين في بعض المجالات، خصوصا في الحواسيب المتقدمة اللي اليوم هي اللي عم بتسيطر مبدئيا على العالم وفي البنية التحتية. لكن هل الفترة الزمنية اللي أخذتها الصين أو التي عملت فيها الصين لتحقيق النمو اللي إحنا وصلنا له اليوم هي فترة زمنية قليلة جدا مقارنة مع الفترة اللي أخذتها خلينا نحكي الولايات المتحدة، وهذا التخوف في تطوير أجيال جديدة من التكنولوجيا اليوم عم برعب صانع القرار الأمريكي وجميع الدوائر في الولايات المتحدة. علشان هيك عم بنشوف تشريعات كبيرة وحجم يعني الاستراتيجية للأمن السبراني، القانون حماية وصناعة الشرائح الإلكترونية، قانون الضرائب المفروضة والحماية المفروضة على نقل التكنولوجيا. عشان هيك عم بنشوف هذولا اليوم في توافق بالكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين على هذه التشريعات، في محاولة لضمان خلينا نحكي تقدم الولايات المتحدة مرحليا. هل يمكن أن تسبق الصين؟ هذا شيء أعتقد يجب أن ننظر له في قادم الأيام.